تلاصيل بشعارات أصحاب السمو والشوق. نسير معكم هنا بتحديات، نسير بالإثارة، نتابع مقدمة هذا الشوط، نتابع المقدمة والمركز الأول والاندفاع هناك على الصدارة وعلى المقدمة وصدارة هذا الشوط شديد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في تضميره، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ياتي شاهين على المركز الثاني هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر عبد الله بن ثعلب الهايري، بينما المركز الثالث هملول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم قيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. وصل مياس بهذه الانطلاقة، وصل هنا في هذا الأداء هنا بالانطلاق وتحدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم النيبي، من قدم لنا أيضا الانطلاقات والتعديات ونال هناك الساعة في شوطنا في الشوط الثالث بانطلاقة مشغل. هنا يأتينا بمياس بهذا الشوط وهذا التحدي هنا الوصول هذه اللحظات هنا القادم أيضا متعب. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رابس بن مكتوم مع كاسب بن سالم المسافري والمتسلل بهذا الانطلاق. نتابع المركز السادس، نتابع غزيلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز السابع، المركز السابع شامان يأتينا سابعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عفوا، المنطلق هنا بقيادة عبيد بن حمد بن شيلان المري. وصل ما شاء الله عليك هنا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع مايد بن محمد بن حلفان في تضميره. ومن الجانب الآخر يأتي مرجام لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان الغويص، من يأتينا بهذا الانطلاق تاسع المراكز. هناك المنطلق بهذه اللحظات نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، وياتي هملول لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم عاشرا مع سيف بن مبارك بن غويث. هذه هي النتائج، واعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، اعود الى مياس المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصداره على المقدمه والمركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعه ابو خليفه، من يتابع على الصداره وعلى المقدمه هنا بهذا الانطلاق. هنا سعيد بن سالم النيبي احد شباب المرموم ينطلق مع مياسي على الصداره كما انطلق مع مشغل في ثالث الاشواط. نتابع المركز الثاني هنا القادم في هذه اللحظات الشديد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بمتابعه مختار بن أحمد. وعلى المركز الثالث مت هنا القادم شامان، على المركز الثالث شامان لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع العمدة عبيد بن شيلان المري، من يقدمه. رابعا ياتينا متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع رجل المزادات كاسب بن سالم المسافري في التضمير. وعلى المركز الخامس ياتينا ما شاء الله عليك لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود، يتابع مايد بن محمد بن حلفان العاصفة قادمة مع شاهين هنا بهذه اللحظات. على المركز السادس هنا شاهين العاصفة مع غياث الهلالي، من ينطلق بهذه التحديات. الله الله، بدأت الإثارة، بدأ التحدي، بدأ الأداء الجميل، وغادرنا الكيلومتر الأخير. أعود إلى مياس على الصدارة، مياس على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور مياس لسمو الشيخ حمدان راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر سعيد بن سالم النيبي. هنا المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول مع السلالة الصغانية مع مياس، المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني يأتي شاهين على المركز الثاني، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا شديد
جيد لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مع مختار بن احمد، ولكن الصداره والمقدمه والمركز الاول وصداره هذا الشوط هنا بالانطلاق هو التحدي مع مياس على صداره هذا الشوط. مياس هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن من الجانب الاخر شاهين المتسلل هذه الانطلاقه، شاهين يتسلل الى الصداره الى المقدمه والى المركز الاول. شاهين من هجن العاصفه النقطه الثالثه لهجن العاصفه على هذا الاداء المميز الجميل. تهانينا والناموس لهجن العاصفه على فوز شاهين بالمركز الاول، تهانينا والناموس. المركز الثاني مياس لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، المركز الثالث جديد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، المركز الرابع وصل هنا ظبيان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الخامس اتانا مشاهدينا الكرام هناك من صفر سمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم من وصل على المركز الخامس. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول شاهين الى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس، تهانينا هجن العاصفة، هانينا لغياث الهلالي على هذا الاداء المميز لشاهين. 5 دقائق 59 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني هنا وناموس، بينما المركز الثاني كان من نصيب مياس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وقدم عرض يشكر عليه. تهانينا لمضمرنا هنا سعيد بن سالم لينيبي ب6 دقائق ثانية 1.4 من الاجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب شديد لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مع مختار بن أحمد ب6 دقائق ثانية 1.6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس. انطلاقاتنا تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا الثامن أما بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثامن والخاص هنا باللقايا القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشهر.